أنا استعرض لك التصريحات. نعم. رئيس نادي الشرطة الدكتور وهاب الطائي يقول هذا الدوري الشرطاوي. بهذا المدرب ما يأخذون الشرطة دوري. آه. بهذا المدرب ما يأخذون. لأن أنا شفته ولمست واقع التدريب بالنسبة لهذا الرجل، هذا الرجل مدرب شباب فئات عمرية يصلح نعم. أما لفريق الشرطة اللاعبين دول الأبطال اللي عندهم هذه الخبرة ما يجي هيش مدرب يقدر يطورهم. بس السي في ما تقوي دكتور. مشتغل بالدوري السعودي ومشتغل بدوريات قوية بالشرق الأوسط. ما أعرف. أنا شفته أنا ألمس لمس يد أنا مختص. شفته بالميدان. طبعاً. طريقة تدريبه. عملت في فترة يعني. بحدود راح اسالك على عمل 3 أشهر مستشار. اعطيتني معلومه قويه. طبعاً. من نجيب مدرب اجنبي بعقد مع الاستاذ مثبت عند الاداره. اذا تسالهم الاداره انا كتبت تقرير. يعرفون طبعا هو ليش اقيل العام الماضي. نعم. لانه انطيت تقرير للسيد رئيس الاداري وقلت له ترى هذا المدرب لا يصلح ان يكون مدربا لفريق الشرطه. لكن ما اعرف شنو عجيب من ياخذون وفقا لتقريرك يقولون مدرب وبالموسم اللي بعده يرجعون يستعينون. انا ما صدقت انه رجع هذا المدرب. ما صدقت يعني احد الاساتذه وياي بالكليه قال لي يا هذا المدرب نفسه رجع. قلت له مستحيل يعني مستحيل يرجع هذا المدرب لانه ما تنعقد. على العموم يعني هذا موضوع يخص النادي هم الاداره احرار يعني قد يكون يعني ظروف معينه قناعتهم قد يكون مثلا الاخ ليث هو اللي شبولات اللي قنعهم قد يكون يعني الموضوع تقصد هيثم شبول هيثم مو هيثم ما اعرف نسيت اسمه هيثم شبول اي فهذا الامر يعني تقول لي الشرطه دوري شرطاوي لا انا اقول لك الشرطه بهذا المدرب ما ياخذ الدوري ما ياخذ الدوري.